ماذا تعرف عن هضبة الجولان؟ تتوسط هضبة الجولان 3 دول، وهي لبنان، فلسطين، سوريا، ويأتي موقعها بالتحديد بين جنوب لبنان وجنوب سوريا وشمال فلسطين. يبلغ متوسط ارتفاعها ما يقارب 1000 متر، بينما تصل مساحتها إلى 1800 كيلومتر مربع. يتراوح طولها من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية إلى ما يقارب 65 كيلومترا. أما بالنسبة لطولها من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية فيتراوح ما بين 12 و 25 كيلومتر، بينما يبلغ ارتفاع الهضبة من الجهة الشمالية حوالي 2000 متر، وتنخفض إلى أن تصل إلى مستوى سطح البحر على طول بحيرة طبرية أو بحر الجليل ونهر الجنوب في الجهة الجنوبية. يحيط بهضبة الجولان من الجهة الغربية نهر الأردن وبحيرة طبرية، ومن الجهة الشمالية جبل حرمون، ومن الجهة الشمالية الجنوبية وادي الرقاض، ومن الجهة الشرقية نهر اليرموك. وتتخذ هضبة الجولان شكلا يشبه شكل القارب تقريبا، ويعتبر الجزء الجنوبي من الهضبة المكان الأفضل للأعمال الزراعية، بينما تقع التلال الحجرية في جهتها الشمالية. هضبة الجولان لها مميزات عدة، ولعل أهمها أنها تحتل موقعا استراتيجيا متميزا وتمتاز بتضاريسها الطبيعية. تشكل مصدرا للمياه العذبة التي جمعت في منطقة مستجمعات المياه الطبيعية التي تغذي نهر الأردن. يوجد فيها أعلى جبال البلاد، وهو جبل هيرنون الذي يرتفع إلى 2744 مترا على مستوى سطح البحر. غادر معظم السوريين العرب من منطقتي في فترة اندلاع حرب ال6 أيام سنة 1967، وبقي فيها ما يقارب 20 ألفا من السكان الدروز. والآن تشكل الهضبة موطنا للمستوطنين الإسرائيليين. يبدو أن تسمية هضبة الجولان يرتبط بفعل اللغة العربية جال، والذي يعني الدوران حوله أو التجول معه، أو أنها المنطقة المعرضة للرياح المليئة بالغبار.